مش لازم يبقى ممكن يحصل تغييرات وانا شغال، وغالبا الفاند ايجنسيز بتقول لك في النص لو حصل تغييرات ايه اللي حصل وليه وايه النيو بلان بلان اوف اكشن. احد الحاجات ما كان انت بتحط الديتيلز بتاعت الاكسبيرمنتس اللي بتتعمل عشان فيريفاي الايدياز اللي انا حاططها. طبعا دي بتبقى تشالنجينج جيفن ان انت عندك سبيسيفيك بيج ليمت، انا مش مفتوح اكتب زي ما انا عايز، غالبا بيبقى عندك السكشن ده مثلا 3 او 4 بيجز عايز تحط كل الايمز الديتيلز بتاعتها بالبلان اند سو اون، اتس تشالنجينج. عشان كده بقول it takes multiple iterations، يعني you try to finish a complete draft as early as possible، مش لازم يبقى حتى في البيج ليميتس، بس بعد كده الايتريشنز عليه لو انت سنجل بي اي او معاك كوبي هايز الايتريشنز دي بتعلي الكواليتي بتاعت البروبوزال، بتقول لك ايه الامبورتنت ان انا احطه وايه اللي اشيله وهل في ريدندنسي تتشال and so on. طبعا again remind the reviewer اللي انت عايز تعمله عن طريق اللي انت ايه الايمز، يعني غالبا بتبقى الايم ده هحققه ازاي عن طريق الميثودولوجي اللي انا هستخدمها، زي ما قلنا دوت كوبي اند بيست تكست من ديفرنت سيكشنز، والا تبقى انت بتعيد نفسك ممله وفي نفس الوقت مفيش حاجه جديده. هنا تاني الالجوريزم بتيجي بالفيرست ايم اكتب عنه عايز تعمل ايه وبعد كده ريبيت للايمز الثانيه. تمام؟ اي اسئله عن الميثودولوجي قبل ما نموف للبرودكت امباكت؟ البرودكت امباكت زي ما قلنا ان البرودر امباكت بتاع الريسيرش بتاعك اثر بيه على الكوميونتي على البلد على السوسايتي على الهيومانيتي ان جنرال، يعني كاتب الكونجرس مان بتاعك اللي هو بتاع مجلس الشعب هيدفع يوافق يدي فلوس لان الفلوس دي جايه المفروض الوكيتد للديفرنت فاندنج ايجنسيز عن طريق ده في امريكا عن طريق مجلس الشعب، فليه هو يوافق ان الفلوس بتاعت الشعب تتصرف حاجه زي كده. النيبور بتاعك جارك لو انت قلت له الكلام ده يقول لك اه انا عايز الفلوس دي تدفع في المجال ده او لا and so on society education and so on. كانش في موديل جديد دلوقتي طلع في العالم بقاله كام سنه اللي هو الكراود فاندنج. كراود فاندنج ان في ويب سايتس انت بتحط الفكره بتاعتك عليها وبتقول انا محتاج الفلوس دي والناس بتدخل بتتبرع بتدونيت للبروجكت دي كانها يعني جنرال. واكشلي لو اف يو ثينك اباوت ات في هذا جريت ايديا وعايز تعمل لها كراود فاندنج ممكن تعمل لها سورس اوف فاند مش لازم تاخد فاندنج من فاندنج ايجنسي جوه مصر. لو الناس شافت هي نفس الفكره يعني لو الراجل ده شاف ان الفكره انت بتقولها دي ممتازه وبرومسنج وكود بي يوسفول بيقدر يتبرع لك عشان يسيرف الهيومانيتي ويتاتشيف يور ايدياز. اخر حاجه البادجت زي ما قلنا البادجت هاز تو بي بالانسد بمعنى ما ينفعش يبقى الحاجه محتاجه 1000 جنيه او 300 جنيه او اكتر مليون جنيه. هاز تو بي ماتشنج الريسيرش تيم والاكويبمنت المطلوبه وتبتدي الجول بتاعت البروجكت. تيبيكال دي الايتيمز اللي بتتصرف عليها السالاريز بتاعت التيم ممبرز كلهم سواء دكاتره او طلبه، ودي غالبا بتبقى برسنتج اوف تايم. انا غالبا مش هحط وقتي لان انا بشتغل كذا حاجه ويمكن بروجكتس ثانيه فما بحطش كل ما بقول ان البروجكت ده هيدفع لي 100% اوف ماي تايم. طب معناها انت مش هتعمل اي حاجه ثانيه غير طبعا it has to be realistic. تيويشن دي مش موجوده في مصر بس يعني بنحاول نغير الكالتشر دي ان الطلبه بتكلف. يعني ان انت تصرف على طالب اذروايز زي ما احنا شايفين في جامعاتنا انا عندي 1000 طالب كل واحد فيهم بيدفع ولا حاجه فبتبقى صعب ان ايه مفيش معامل مفيش كده نصوم فالطالب بيتكلف جامد فبره طبعا محتاج تحط التيوشن ريليتد ليها برضه الاوفر هيد انا مش كاتبها الاوفر هيد بتاع الجامعه الجامعات الكبيره زي ستانفورد مثلا اعتقد الاوفر هيد بتاعها ممكن يوصل 70% او ازيد بمعنى ان انت كل 1000 جنيه داخله الجامعه الجامعه بتاخد منها 700 جنيه بس عشان تصرف على الاوفر هيد بتاعها اللي هو الموظفين والكهرباء والنور والمعامل اند سو. فطبعا عندنا في مصر هنا الاقصى اللي بيدفعوا 20% من مرتبات من مرتبات كمان حتى مش من الاجهزه اللي هتتحط في المعامل اللي هي هتستهلك الكهرباء والناس هتعملها من فلوس. عشان كده بقول لك الكالتشر ان احنا محتاجين الفاندنج ايجنسيز والناس تعرف الكالتشر دي بس يعني اجين يا تشيكن ايج انا شفت ايه من الريسيرش عشان اديك الكلام ده فانت محتاج تقنعهم ان الريسيرش دي فايده عشان يبتدي يدفع نفس الكلام في التيويشن. هو اتقالت لنا بره يعني انت مثلا في جاست التيوشن غاليه طب انت جامعات الحكومه ما بتدفعش حاجه. ما هو صح بس يعني انت محتاج الموديل يتغير وكله يا يعني تشيكن ايج يعني دي تيجي الاول ولا دي تيجي الاول. واحد قال لي بره برضه كنت في جامعه النيل انت جامعه خاصه محتاجين فلوس ليه؟ ده كان بيتكلم على الجراند كله بقى.
جامعه خاصه محتاجين فلوس ليه اصلا؟ لكن محتاجين تاخدوا جرادس ليه؟ جامعه خاصه يعني الكالتشر محتاجه تتغير. الترافل سواء الكونفرنسز او لو انت في كولابوريتورز من ديفرنت كالتشرز او كده ممكن يكفر الترافل كوست عن طريق البروجكت. الايكويبمنت الكوست شيرنج دي جزء منها جزء من الاوفرهيد. ساعات لو انت داخل مع شركه مثلا او جامعه تقول لك انا بارتيسيبيت بايكويبمنت مثلا والايكويبمنت دي تمنها كده بيبقى فاند ايجنسي عايزه تعرف الجامعه هتساهم بكام مثلا او الشركه هتساهم بكام. وزي ما قلنا طبعا لازم تبقى بالانسد من الريسورسز المطلوبه ماشيه مع الجول بتاع البروجكت وفي نفس الوقت ماتشنج التايم لاين بتاع البروجكت. اخر حاجه هختم بيها بيرسونال نوتس وبرده جايبها من الانترنت اي فاوند ميك سنس عن ايه جود براكتسز وايه باد براكتسز وين you are writing the proposal. Notes طبعاً cite any fact statistics used. حاجة بتحصل كتير مثلاً بقول إن مش عارف market size بتاع الحاجة دي مثلاً 10 مليون. تمام؟ مين هذا الرقم ده؟ جبت الرقم ده منين؟ معرفش بس قريته في حتة. فما ينفعش تقول حاجة من غير ما تقول السورس بتاعها إيه. Otherwise ممكن بدل 10 مليون أروح كاتب 100. أو حد هيعد ورايا وأي رقم خلاص. فيعرف سبورت الفاكتس اللي انت بتقولها والستاتستكس بي سايتيشنز. طبعا سايت ان ريليتد ورك يو يوز لو انا استخدمت شغل بتاع ناس ثانيه اي هاف يو سايت ذم. الجرامر ودي حاجه بيرسونال واعتقد اي حد نفس الكلام لو انا البروبوز انا بعته مليان وجرامرز ما بعتلوش جرامر تشيك مثلا دي ابسط حاجه ايه الامبريشن اللي انا بديه؟ اتس ا كيرلس بروبوزل. تمام فاتس ا باد امبريشن اباوت يور سيلف واباوت البروبوزل. دونت اكسبكت ان الريفيور هيبريشيت اللي انت بتعمله هيبقى actually you lost the reviewer نتيجة حاجة صغيرة it's easy to be done. دي شفتها برضه من الحاجات اللي انا بعمل بيها ريفيو لما حد يروح حاطط لك list of references في الاخر 100 ريفرنس مثلا ولا واحد فيهم cited هو جاب كل الريفرنس اللي حطوهم بس ما عملهمش citation جوه الكلام. فاهم قصدي ايه؟ انا حاطط الليسته بس من غير ما يقول ايه بيستخدم فين؟ it's برضه useless. just implementation انما زي ما قلنا مفيش جديد. I'm reinventing the wheel. طبعا في some funding agencies ممكن تاكسبت الكلام ده بس if you are talking about competitiveness you have to have again a very good idea و again depends on the competitive level of the grant. Don't submit the same proposal to different agencies simultaneously. It's a no go. Not to resubmit without making significant changes. بعت البروبوزل جالك الفلوس عليها رحت عامل ايه؟ هو نفس البروبوزل من غير انا لسه هوجع دماغي رحت بعته في ايه؟ هو من غير اي changes نفس الكلام فغالبا انت ما استفدتش حاجه من الريفيوز. طبعا ممكن حاجات doesn't make sense فمش هتاخدها into account بس if they make sense it's a chance to enhance the quality of your proposal and increase the chances of getting accepted. نقطة صبيت رشد البروبوزل هي related برضه لنقطة الجرامر. رشد يعني ايه؟ الديدلاين بكره ولسه ما خلصت فابعت اللي عندك. هو مش هيبقى accepted. بعد كده قفلت على نفسك ثلاث شهور ولا ست شهور مش هتقدر تبعته في حته. والحاجه الثانيه الاوحش ان انت اديت impression عن نفسك ان انت بتبعت له quality proposal. Again, reputation is very important. Include figures and tables. لأن طبعا as humans احنا برضو you are زي ما بيقولوا الصورة أفضل من ألف كلمة. Support your proposal with figures and tables. حاجة مهمة volunteer as a reviewer. أتكلم بروجرام مانجر وأنا عايز أبقى ريفيور. ليه؟ ليها كذا أدفانت. أولا أنت بتقرا proposals مبعوثة فبتقدر تجيت مع ايديا ممكن بعد يوم طبعا عايز اكزامبل بعد الحاجات اللي انت جيت الاكزامبلز دي ان انت تبقى ريفيور للبروبوزل وبتقدر تعرف ايه اللي بيوين وايه اللي بيفيل. يعني بعد شويه عرفت ان ده اكسبتد طب هو اكسبتد ليه؟ هل في حاجه كانت شريك وانا بعمل له بروبوزل ولا لا؟ كليرلي طبعا سيباريت بروبوز ورك فروم بريفيوس ورك. سام تايمز وانا بكتب بيبقى ايه؟ ايه اللي اتعمل قبل كده وايه اللي انا بعمله بروبوزل جديد مش كلير الاثنين داخلين في بعض. كريفيور طب الكلام ده اتعمل قبل كده ده بتاعك ولا اتعمل قبل كده؟ ما يعني ما تخش ما تقولش ان ايه لو انا مش عارف سيبه محتار وهيقول ان هو بتاعي، لا غالبا سيبه محتار هيقول ان هو اتعمل قبل كده. تمام؟ انت اللي عايز تسيبه. اتفضل. معلش قولي لي انا قلت ايه از ريفيور؟ معلش نعيدها تاني. قلت ايه البروجرام مانجر مثلا اللي هو بتاع الفاندز اللي انت عايزه تقدمي ليها في المستقبل وقولي له انا عندي الاكسبرتيز دي عندي السي في بتاعتي مثلا وانا انترستد ان انا ابقى ريفيور. طبعا هم بيحبوا الكلام ده لان الريفيور از ان اوفر هيد على الواحد يعني. فبس دي ميزتها ايه؟ ميزتها حضرتك ان انت ريفيور انت اللي بتريفيو بروبوزلز فهيجي لك غالبا مره بروبوزلز انت تقريه. فانت كده بتشوفي
البروبوزلز اللي بتتبعت للفاندنج ايجنسيز دي شكلها ايه والناس بتكتب ايه في السكشنز دي، مش كلام زي ما انا قلت نظري النهارده، لا انا عايز اشوف الاكتوال بروبوزل. بعد كده ممكن شويه البروبوزلز دي يجوت اكسبتد، بعد كده تعرف طب ده اكسبتد ليه وده ريجكتد ليه، فبرضه بيجي لك فيلينج واتس از ا جود بروبوزل، واتس از وات دي اكسبكت ان ذا بروبوزلز ار جوينج تو فاند اس اون. ما صح، ما ريفيور حد بيدي رايك، بس مع طريق انت بتدي رايك جزء منها اللي حضرتك قريتي، وزي ما بقول بقى زي ما كنت بقول من الاول حضرتك وانت بتبريبير البروبوزل بتاعك انت نفسك، يعني ده حاجه مش حضرتك تعمليها في البروبوزل بتاعك. انا بعمل كده في مجالات بس ما اعرفش. بالظبط، هي نفس الكلام بالظبط، عشان كده بقول لك فولنتير، هم هيحبوا الكلام ده، هيكلمني فاندنج ايجنسي قول لهم انا ايه، انا انترستد ان انا ابقى ريفيور ليكم وده الاكسبرتيز بتاعتي، لو انتم محتاجين ريفيوز دي بتبذلها، ان هي زي ما بقول لك ايه بتديكي فكره الناس بتعمل ايه، بتديكي انسايدر انفورميشن على بتعمل. حاجه ثانيه كونكشنز برضه، انك تعرف البروجرام مانجر بعد شويه حاجه تعمل جود ريفيوز، بيعرف ان انت جود ريسيرشر اند سو اون، فكل دي بتنكريز تشانسز بتاعتك. اسمع حضرتك شيرين. جميل، ايه تاني؟ دكتور احنا نقدر ناخد ليست من الايجنسيز اللي هم الفاندنج ايجنسيز النهارده يعني قوي يعني في دي اللي انا حطيته في البرزنتيشن بتاعته، ما كانش هيز البرزنتيشن مفيش مشكله يعني في جواها، ولو في حاجه جديده اعتقد انت عندكم ليست مصطفى. لسه عن الويب سايت بتاع السنتر بحاول ان انا ابديت يعني من فتره للتانيه، وفي ليست اوف ستدي اوف كودز دي هتلاقيها عندك في الفايل اللي مع حضرتك دلوقتي. في ليست اوف بقى يعني اللي هو اسكندريه ناشونال يعني ريجنال انترناشونال موجود على الويب سايت بتاع السمارت سايت. دي فيري امبورتنت، دي بدايه لو انا مش عارف ايه اللي انا هعمله هابلاي عليه مش هعرف ابتدي. شو اوف وات يو هاف دان ان ذا اريا، انت محتاج تقول ان انا اكسبرت جزء من الكلام ده، يعني انت كواليفايد ان انت تعمل البروبوزل ده ولا لا. فهي شو يو از نوت تايم انك تبقى شاي، ممكن تقول مثلا وي ار بايونير ان ذيس اريا عن طريق البابليكيشنز اللي حضرتك حطيتها او عن طريق الامباكت كده، فمثلا وانت بتريفير للريليتد ورك ما تقولش ان كذا الاسس عملوا كده، لو هو الشغل بتاعك وي ديمونستريتد ان كذا فانت بتقول وي احنا اللي عملنا الشغل ده، بتستبلش ان انت الاكسبرت ان ذا فيلد وانت بتتكلم. قاعد حاجات برضه الهنتس كده، لو حضرتك بتستخدم ايكويشنز ان انت طبعا زي ما احنا عارفين ان اي سيمبل جوه الايكويشن هاز تو بي ديسكرايبد. الناس اللي بتعمله غالبا بياخد مثلا كوبي اند بيست من البيبر وعاملها عشان يحط في البروبوزل من غير ما يغير رقم الفيجر ولا رقم ولا الكابشن ولا السيمبلز اند سو اون، فبيبان ان هي باتشت دي اجين الكواليتي بتاعت البروبوزل، ان انت بعت البروبوزل من غير ما تقراه. سو واي شود اي كير ويست ماي تايم ان انا اقرا البروبوزل بتاعك، فعلى طول اوفندد الريفيور كواليتي از بين كوانتيفايبل ميجرز زي ما قلنا، ازاي اثبت ان البروجكت بتاعي ده هينجح عن طريق كوانتيفايبل ميجر، اتس جود ان يبقى في كوانتيفايبل ميجر دي الاوتبوت بتاع البروجكت. اوتسايد كولابريتورز اتس جود سام فاندنج ايجنسي بيدي اكسترا بونس بوينتس لو انت معاك حد من الاندستري مثلا، او لو معاك حد من الريجن، او في فاندنج ايجنسي لو معاك جامعات مثلا من بره القاهره واسكندريه وعين شمس. اتس جود ان انت لو عندك كولابوريتورز بس اجين يبقوا في تيك اللي انت بتعمله، لو عملت كده مثلا محتاج تفكر هفند ده منين؟ يعني لو انا جبت كولابوريتور من اليو اس غالبا فلوس مصر ما بتتصرفش الا على مصر، ما ينفعش ادفع فلوس لحد بره مصر من فلوس مصر، ودي بره حتى في امريكا ما بتدفعش الا امريكا. ف هل هم هيبقوا ماتشنج ان هو مثلا هيبقى الفند بتاعه من عنده والفند بتاعي من عندي، ولا هو متبرع ان هو يكولابوريت معايا اند سو اون. Some don'ts بقى you didn't do what you said، بمعنى ابتديت في الابستراكت او الاكزيكتيف سامري قلت انا هعمل بروجرام عظيمه محتاج اعمل كذا كذا كذا، جيت بقى في الديتيلز بتاعت البروبوزل عملت حاجه ثانيه وعملت انا قلت اعمل خمس حاجات رحت شرحت ثلاثه، وانت قلت هتعمل خمسه ليه؟ تمام؟ فده جزء من الدونتس ان انت محتاج تعمل بالظبط اللي انت قلت عليه. You missed someone else's research في الريليتد ورك حاجتين، يا اما بتبين يعني انا ما عملتش سايتيشن لحد اشتغل في الاريا دي قبل كده، مشكلتها في ايه؟ معناها ان ممكن يبقى الشغل مكرر، ممكن يبقى مكرر صح يعني، والريفيور لو اكسبرت طبعا هيطلع الكلام ده، او اتليست ان انا مش اكسبرت في الاريا، انا مش واضح ان انا اكسبرت في الاريا، انا مش عارف الناس عملت ايه، فدي بتدي برضه نيجاتيف امبريشن عن اللي كاتب البروبوزل. الحاجه الثالثه الاسوء بقى اللي هي ايه؟
دي بقى اللي انا ما عملتوش سايتيشن ده واحد من الريفيورز وهيطلع لك بقى. فان جنرال زي ما قلنا بتدي امبريشن ان انت اكسبرت في الفيلد بتاعك وعارف ان الحاجه ما اتعملت ولا ما اتعملتش قبل كده، وهي عشان ما تفندش حد من الريفيورز برضه مش عارف اتكلم عليها ولا لا. وانت حتى بتكريتيزايز الريليتد ورك ما تخليهاش بيرسونال، مش الناس دي فاشله وما عملتش اي حاجه، محتاجه واحد يبقى بوليتيكال ان ايه يعني عندهم شغل كويس بس نوت اب تو زيرو يعني بوليتيكال. حضراتكم عارفين طبعا reasons for rejections but some hints برضه من online personal experience has been done before. اتعملت قبل كده، بتبص ايه ادفع فلوس في حاجه اتعملت قبل كده ليه؟ دي ممكن يبقى نتيجه ان البي اي نيو ان ذا فيلد ما عندوش الاكسبيرينس ان هو يتكلم عن الكلام ده. وغالبا في النيو كومبوزر رايتنج دي هتبص سايتنج ريليتد ورك، او انت مش عارف تكتب تفرق الشغل بتاعك من الشغل اللي اتعمل قبل كده. Not enough detail or vagueness, it is not clear how you will achieve the goals. عندك فكره هايله and so on بس ما كتبتش you didn't show me a clear plan of action. ازاي البروبوزل ده هاي سكسيد تو ريتش ايتش جول. There is not enough research, nothing new. أعتقد related to point الأولانية. واللي بيقول هنا إن أنت ممكن تستفيد منه في الباك جراوند بقى بتاع البروبوزل الجديد. يعني لو مفيش حاجة جديدة أنت عملتها ممكن تستفيد من الكلام اللي أنت كتبته في الباك جراوند بتاع البروبوزل الجديد. تو أمبيشس دي العكس بقى. عندك فكرة جديدة ودي حصلت لنا مرة. عندك فكرة جديدة وفيري جود وكده بس وحاسس إن الكلام كبير قوي على التايم لاين أو اتس فيري تشالنجينج إن أنت تبقى تعملها. هلا ايه مني غالبا انت بتفوكس اكتر بتقلل السكوب بتاع الورك. لكن في فالويشن نو ابلكيشن ان انت فكره حلوه بس بتحل بروبلم مش موجود. اكيد حسب اكشن ان اس اف ناشونال ساينس فاونديشن اتعملت ليه في امريكا ان هي فاند هاي ريسك ريسيرش، بمعنى ان طبعا الاندستري هناك از فيري اكتف فدايما الاندستري بتفاند الاكاديميه بتفاند الجامعات. فالان اس اف عملت عشان الافكار البيزك اللي ما فيش حد ويلنج ان هو يعملها فند من الاندستري، البلد انفست فيها از جفرمنت عشان من ده المستقبل. من الافكار معظم الحاجات اللي ابتدت ترانزستورز اند سو اون ابتدت من بيزك ريسيرش، وبعد كده توك تايم عشان تبقى افضل. فالشركات مش هتفند غالبا بيزك ريسيرش لان انا عايز حاجه تشتغل على طول. فهي اتعملت عشان الكلام ده. ف انت ريليتد انت بتحل نون اكزيستنج بروبلم حسب الفندنج ايجنسي ممكن تبقى ريليفنت ليهم ولا لا. و you didn't show ان انت again lack of evaluation زي ما انا بريمير الريزلتس مثلا او how do you look at quantify the output of the project. اعلى حاجات برضو ان هو يبقى poorly written. دي اخر حاجة ان انت زي ما قلنا تتعملش grammar check في repetition and so on. دي حلها ايه زي ما قلنا ان انت finish immediately draft of the proposal as soon as possible في كل حاجة وكده iterate over it to enhance the quality. لو انتوا كذا واحد شغالين على بروبوزال تشالنج طبعا بتبقى ستريبت التاسك غالبا بيبقى في واحد كوردينيتور اللي هو المين بي اي هو اللي بيأساين التاسك يعني مثلا ده يشتغل على السكشن ده يشتغل على السكشن ده اند سو اون لغايه ما نطلع اول درافت وبعد كده بنهايتريت كل واحد انديفيدوال عشان ينهانس الكوالتي. Some things that can make the reviewer unhappy وطبعا حاجه مش عايزها ان هو unhappy اسهل حاجه ان انت ريجكت. Not spell check. Change the formatting halfway through the proposal. The formatting مش consistent. خصوصاً لو انت شغال بالوورد مثلا هتلاقي شويه الفونت هنا اختلف من هنا والفونت سايز اختلف، ده بيدي امبريشن على طول الكواليتي بتاعت الشغل بتاعك. الكواليتي بتاعت الرايتنج وحشه غالبا انت الكواليتي بتاعت الشغل بتاعتك هتبقى وحشه. لو انت واحد بيرفكت او بتاع كواليتي هتبقى البدايه بتاعتك ان الرايتنج بتاعك كويس. طبعا بيج ليمت 25 وانا عندي 30 اسهل حاجه اعملها ايه؟ بدل فونت 12 خلي فونت 10 فرقت ايه؟ طبعا خلي بالك ان انت برضه جزء ان انت بتفند الريفيور ساعات الفند ايجنسي يبقى ليها ستاندر فونت كذا فممكن يوز تشينج الستاندر فورمات. دونت تشيك الفيجر نمبرز اند كابشن زي ما قلنا عملت كوبي بيست من حته ثانيه من غير ما تتشيك تغير. ايكويشنز اوف ديفايند فاريبلز باونس اراوند فروم سبجكت تو سبجكت مفيش فوكس يعني ده باد رايتنج ستايل يعني الواحد عمال ينقل من توبك لتوبك مفيش ستوري يعني. قلناها برضه قبل كده كلين يور نوت تو دو اكس ذن اكشلي ديسكرايب واي انا هعمل كذا بس لما جيت تشرح قلت مش هعملها وما شرحتش هتعمل اكس ازاي شرحت حاجه ثانيه او جزء من الاكس.
ده الاكستريم الثاني بقى، انت عايز تقول انا اكسبرت في الفيلد، فانا موجود 25 صفحه منهم 20 بتكلم على شغلي والحاجات اللي انا عملتها، وبعد كده اخر خمس صفحات افتكرت ان انا بعمل بروبوزل، رحت كاتب على البروبوزل او على المين بادي بتاع البروبوزل، لازم يبقى على البروبوزد وورك مش الحاجات اللي اتعملت قبل كده. الكلام يبقى عايم زي ما قلنا، هنا الفرق بين الريليتد وورك الشغل اللي اتعمل قبل كده واللي انت بتعمله البروبوزل مش واضح، البرودر الايفكت بتاع البرودر امباكت بتاع البروجكت ده مش واضح، غالبا في الناس اف بيبقى في سيكشن جديد برودر امباكت الاكتشوال ميريت، وفي الاكزيكتيف سامري بتجيبها في الاخر اخر باراجراف بيبقى كليرلي تايتلد الاكتشوال ميريت البرودر امباكت. ان الريسورسز ما تبقاش بروبورشنال مع اللي هيتعمل، زي ما قلنا فلوس اكتر او وقت اكتر من اللي المفروض هيتعمل او العكس. الاسيوم ان زي ما قلنا الريفيورز اكسبرت في السبيسيفيك دومين بتاعك، غالبا هو اكسبرت بس مش نازل في السبيسيفيك دومين، لازم انت بتكتب تبقى واخد بالك ان ما تكتبش في حاجه سبيسيفيك محدش يفهمها غير الاكسبرت اللي في النقطه بتاعتك بالذات، تبقى شويه وايدر. انت كاتا بيست من البروبوزلز الموجوده وتعمل بروبوزل واحد وتفتكر ان هي هتعدي تمام. واخر ادفايس اللي انا قلتها في الاول تاني، دونت رايت وذ ان ايجيبشن فاند ريجست ان مايند، كواليتي اهم حاجه، وهتتعرف ان شاء الله بالريبيوتيشن لما هتعرف عنك بعد كده. انت بتكتب زي ما قلنا السنتر عمل ريبيوتيشن، انت كشخص نفسك بتعمل ريبيوتيشن لنفسك ودي بتساعد في الفيوتشر بروبوزلز. This is the end of my talk. If you're interested in other projects, presentations, and papers, you can go to my website. شكرا لحضراتكم، لو في اي اسئله او بينا ديسكشن ممكن اي حد يدي هنس او كده. شكرا يعني احنا على ممكن تكون مصاب معانا يعني اوقات كتير خلال الاسبوع، يعني لو في اي برضه اسئله او اي حاجه ممكن تبعتوها لنا ونبعتها لكم او تيجوا تدردشوا معايا. احنا هناخد بريك حوالي ربع ساعه، وبعد كده النكست توك هتبقى من دكتور نادر شحاته هيفوكس اكتر على السكسس ستوري بتاعت النانو تكنولوجي لاب والسبمشن للاس دي اف، السبمشن بروسس للاس دي اف والبروبوزل بتاع الاس دي اف شكله عامل ازاي. شكرا. شكرا.